جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا فيقول: هل يجوز المسح على الجوربين الشفافين اللذين يرى من تحتهما البشرة؟ وما حكم المسح على الجوربين المخرقين سواء كانت الخروق كبيرة أو صغيرة؟ المسح على الجوربين حكمه كحكم المسح على الخفين، يشترط فيهما أن يكونا ساترين لما وراءهما بحيث لا يرى من ورائهما لون الجلد، وسواء كان مخرقين أو شفافين لا يجوز المسح عليهما، لأنهما لا يستران الرجل، المخرق لا يستر الرجل وكذلك الشفاف لا يستر الرجل. نعم.